عن الأئمة الأربعة. من هم؟ طبعا لتراجمهم وحياتهم شأن ولا بد من تفصيل، وهذا يحتاج إلى دروس عديدة، وقد ترجمت لهم سابقا في مسجدنا هذا منذ عدة سنوات، ولكن أذكر أسماءهم ووفياتهم، يعني تواريخ وفاتهم. أكبرهم وأقدمهم في التاريخ هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، واسمه النعمان بن ثابت. كثيرا ما تسمعون يقولون أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة كما قلنا لقبه، واسمه النعمان بن ثابت. ولد رحمه الله تعالى سنة 80 للهجرة، وتوفي سنة 150، فعاش 70 سنة رحمه الله. بعده في التسلسل الزمني جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مالك بن أنس، وهو غير أنس بن مالك الصحابي، ولا علاقة له به مطلقا نهائيا. كثير من الناس يشتبه عليهم ذلك، ليس له علاقة به مطلقا، لا قرابة ولا أي شيء. مالك بن أنس رحمه الله ولد سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 79 للهجرة. بعده في الترتيب الزمني الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى، ولد سنة 150 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، وتوفي سنة 204 للهجرة. بعده في الترتيب الزمني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولد سنة 64، وتوفي سنة 241 للهجرة. هؤلاء الأئمة الأربعة الذين تسمعون كثيرا من أهل العلم يذكرونهم، يقولون رضي الله عن الأئمة الأربعة المجتهدين. ذكر فقط، قلت ليس هذا موضع التفصيل. ألا يوجد علماء غيرهم وبمستوى علمهم؟ يوجد علماء غيرهم كثيرون، ولهم علم جيد طيب عظيم قاربوا به، بعضهم زاد وبعضهم مثلهم وبعضهم أقل قليلا في العلم. يوجد، قد يقول قائل إذن لماذا لا نذكرهم مثلا؟ أولا نحن نذكر جميع العلماء بالترحم، ولكن لماذا أكثر العلماء والشيوخ في عصرنا ومن قبل عصرنا يخصصون الأربعة؟ الأربعة باختصار يا أيها الإخوة، أولا كانوا متميزين في علمهم، ثانيا كثر تلامذتهم ونقلوا عنهم هذا العلم. هناك أئمة كثيرون ضيعت تلامذتهم علمهم، يعني ما كتبوا ما دونوا، بعد 100 سنة 200 سنة 300 سنة ضاع العلم. الإمام الشافعي يقول عن أحد الأئمة أمثال هؤلاء يسمى الليث بن سعد، الليث بن سعد، وكان مصريا رحمه الله، يقول الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه ضيعوه. مالك شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، فهو يعرف الاثنين، يعرفهما معرفة خاصة كاملة متقنة، ويقول الليث أفقه من مالك لكن أصحابه ضيعوا. إيش يعني ضيعوا؟ يعني ما دونوا هذا العلم، كثير من العلم لم يدون فضاع ذلك، وكان أثرا في أن لا نعرف كثيرا عن علوم كثير من الأئمة المسلمين رحمهم الله تعالى. قلت موضع حياتهم ووصفها يحتاج إلى بيان آخر. أعجب أذكر لما حكيت قصص تراجمهم وحياتهم منذ عدة سنوات في المسجد، رأني بعض الإخوة مرة فقال لي شيخنا، قلت تفضل، قال لي يعني إيش عم تحكي أنت أبو حنيفة؟ شلون يعني إيش هو أبو حنيفة؟ هذا بنحكي عليه درس؟ نظرت إليه تبسمت، ماذا سأقول؟ ما أقول له، يعني أقول لو أنت في حياتك أصلا حضرت درسا في المسجد حتى تعرف عن ماذا يحكى الدرس أو عن ماذا يتكلم؟ تبسمت قلت له بارك الله شكرا، نعم يتكلم عنه درس، شكرته وصرفت. إيش تقول لمثل هذا؟ الجهل يا أيها الإخوة بشؤون ديننا وبأمور ديننا وبعلماء المسلمين وبتراجمهم وبحياتهم، هذا شيء مستفحل بشكل كبير فينا للأسف. ونحن نعرف كثيرا عن اللاعبين والفنانين وغيرهم، نعرف أكثر بعشرة أضعاف عما نعرفه
عن الصحابة الكرام فضلا عن الأئمة وأتباعهم والعلماء على مر التاريخ، فضلا عن هؤلاء. عدد من الإخوة قال لي وهو صادق وأنا أحترم صدقه، قال لي أنا لم أسمع السيرة النبوية في حياتي من قبل هذا قط، وأنا أحترم الصدق يا أيها الإخوة. الصدق جيد، خير من أن يقول أنا بعرف كل هالحكي حفظانه ونسيانه كما يقول بعض الناس. لا يا أخي، والله إن قلت الصدق خير لك ولي ولكل إنسان. يقول يا أخي والله إن فعلا لم أستمع مثلا، وإن كنت استمعت فلا بأس. نحتاج يا أيها الإخوة إلى التطلع والتضلع من علوم الأئمة ومن سبقهم من التابعين وتابع التابعين والصحابة الكرام ومن بعدهم ومن جاء بعدهم من العلماء، لأن الله تعالى جعل لنا في قصص العلماء والصالحين ومن قبلهم الأنبياء عليهم السلام جعل لهم وفيهم وفي قصصهم عبرة لنا نحتذي بحبلهم.